يكون في قلب المونديال كل الكواليس والأجواء والتصريحات مباشرة في الحياة فهم. حكينا في الدخلة متاعنا على الاعتداءات اللي طالت اللاعبين النادي الإفريقي من طرف الجماهير. باش نرجع لمواضيعنا الخاصة اليوم في البرنامج، مازلنا مواصلين حتى للتسعة متاع الليل. باش نحكيو في الجزء الأول على إنفانتينو اللي يعلن عن تنظيم المغرب لكأس العالم للأندية، وكذلك باش نحكيو أنه تم اختيار الدولة المنظمة لكأس العالم نسخة 2030 سيتم إن شاء الله في عام 2024 لمن ستبتسم لهذه المرة بعد كندا وأمريكا، ونشوفوا شكون اللي باش يكون منظم للمونديال هذا. نعرفوا أنه قطر يعني تنظيم محكم وبير إن شاء الله بعد تباع في الحصة. باش نرجعوا للتنظيم قبل الختام اللي باش يكون نهار الأحد 14 بالدور النهائي. قبل ما نحكيه على كأس العالم باش نحكيه على أنه المنتخب المغرب بعد ما فرح العرب الكل، كذلك فرحة أخرى للمنتخب المغربي والجامعة المغربية برسميا الإعلان عن تنظيم المغرب لكأس العالم للأندية. في البداية قبل ما نحكي على تنظيم كأس العالم للأندية، نرحب بسي قاسم الجبيس. مرحبا بك سي قاسم. مرحبا مرحبا مستمعي الحياة فهم. شكرا لك سي قاسم. سي شكري، الفرحة ما زالت متواصلة حتى خروجه من الدور نصف النهائي، فرحة أخرى اليوم رسميا المغرب تفوز بتنظيم الكأس العالم للأندية، شنو رأيك؟ والله تستحق الحقيقة، يمكن هما عملوها كمكافأة للفريق المغربي على الوجه الممتاز اللي ظهر به وقت اللي توا مش تحتضن كأس العالم للأندية اللي تعودها تنظم في الإمارات يا في قطر، اليوم اليوم في المغرب. يعني أكيد مش تكون فما بوكو ديزافونتاج، إيجابيات كثيرة، مكتسبات كثيرة للمغرب على مستوى الميادين وعلى مستوى البنية التحتية على مستوى الإشعاع على مستوى يعني الترويج للمغرب كوجهة سياحية وقت اللي باش تجيك عدة فرق من كل الأقطار معناها القارات باش تنظم انت كأس عام للأندية، أكيد فما جماهير متاع النوادي هذيك باش تجي، والجماهير هذيك باش تخلف يعني موارد للدولة المغربية. أنا يعني نقول كان هنيئا لإخواتنا المغاربة، الله غالب قعدنا نتفرجوا احنا تفرجنا على كأس العالم باش نتفرجوا على كأس العالم للأندية، فهمني؟ الله غالب ان شاء الله الفرجه نتاعنا ما تطويلش، نوليو احنا فاعلين، نوليو منظمين، وناخذوا باينه في خبزه الجاتو نتاع كره القدم، لانه كره القدم راهي كريتو الكوميرس اللي دورته في مشو في قطر بركه سي قاسم، راهو في معناها الخليج كامل. تتصور معناها في الامارات في الدور الاول ما فماش معناها غرفه شاغره في الامارات، في دبي وفي اسمه في في ابو ظبي، في ابو ظبي يعني كومبلي. معناها تصور انت اضافه للسعوديه اللي معناها عباد داخله في العمره خارجه وما خلفته من يعني موارد ماليه وفلوس للدوله السعوديه، اضافه صدقني الخليج كامل معناها استنفع واستثمر التنظيم قطر لكأس العالم هذيا، وبعد تمشي للمغرب باش يستثمروا زادة يعني تنظيمهم كأس العالم للأندية كيما يلزم. كيما قلت لك الله غالب قعدنا فراجة سي قاسم. نحب نسأل سؤال، وكان إنفانتينو قال في تونس تنظيم كأس العالم للأندية وقت اللي احنا الجامعة قالت للترجي والكليب لوجوا على التيران وين تلعبوا، عاصمة ما فيهاش تيران. شيء أسف شيء أسف شيء اسف شيء اسف. وبعد تتلعب المقابله في ملعب حمام لنف وتسمع كل اللي صار على ملعب حمام لنف وغير جاهز، وما خلناش نفرضوا اسلوب لعبنا وما خلناش نربحوا وما خلناش تحقيق رئيس نادي صفيق ما دخلش الملعب معنا. شفت رجعنا اليوم ترخيص استثنائي باش تدور مقابلات الترجي ولا الافريقي في ملعب زويت وبدون حضور جمهور، لأنه الأمن ما ينجمش يأمن المقابلات في ملعب زويت نفيو اللي جاي في وسط البلاد، فهمني؟
على شيء اسف معلش مش ينظم مش نظم شنو تي حتى ننظم واحنا كاس تونس تاعنا معناها ترنا مازال نلعبوا بالجمهور بركه احنا مازال نلعبوا بالجمهور المحلي وبالنصف قداش 50% و 30% شيء اسف فريمون شيء اسف والله هو يعطي الصحة بالحق المنتخب المغربي اللي البنية التحتية نتاعهم من أعلى طراز حتى الملف نتاعهم ما نظنش يعني من وحي الصدفة يعني محضرينه من قبل ونعرفوا المغرب ناجحه قبل حتى في التنظيم على ذكر المغرب زاد نحكيوا على الجزائر زاد محضرة الكأس الأفريقي ربما بنسبة كبيرة عند الجزائر زاد سي شكري يعني إذا كان الجزائر يكون عندها تنظيم كأس أفريقيا زاد مش تكون زاد بطولة قوية برشا وتنظيم محكم زاد صحيح. شنو رايك سي شكر؟ اكيد 2025 اذا كانت نظمت في الجزائر فريق معناها الجزائر باش تستثمر التنظيم هذاك احسن استثمار كلك سواء على مستوى البنيه التحتيه نتاعها نتاع الملاعب وكلك سواء على مستوى يعني الترويج السياحي ومعناها الناس اللي باش تجي نتاع جماهير الانديه هذه والفلوس معناها كي نعاود نقول انا نتفرج بالضبط احنا فراجة وقت اللي الاندية متاعنا ما عنداش وين تلعب ما عادش نجم ننظم احنا تحب لنا سنوات باش ننظم الا تتنحى البنية التحتية المهرية ذي اذا كان الجامعة التونسية لكرة القدم حسب الشيفر اللي قال وقتها سي شكري ممكن ما بين 80 و 100 مليار مثال ما ينجمش على الاقل اذا كنت تحب تخدم انت بنية صافية يعني الكرة التونسية على الاقل نلقاو هالمشاريع هذه باش نحسنوا الملعب نتاعنا باش نبنيو على الاقل ملعب كبير يليق باش نهار اخر كي نضربوا عطال وعنا ملف وعنا كل شيء نجموا ننظموا الى متى من 2004 راهو اخر تنظيم 2004 شوف انت قداش عندك من سنوات وشوف انت بلدان عربيه اللي كنت ورانا شوف كيفاش تقدمت شوف ليبيا كيفاش شوف الجزائر شوف المغرب شوف حتى اثيوبيا اللي كنا شوف اثيوبيا الملاعب نتاعها وشوف يعني معناها نقعدوا باهتين ان نقول شبيه المنتخبات الافريقيه كيفاش تطورت وطلعت ونحن مازلنا خاطر عباد قاعده تخدم عباد قاعده تعمل في استثمار على البطولات نتاعهم نحن تصور انت الجمهور نتاعنا كما قال 50% ولا 30% والجمهور المحلي فقط ومازلنا نتعاركوا في بعضنا كيفاش تحب الكره تمشي تطور كيفاش تحب المنتخب التونسي يهز كوب دافريك كيفاش تحبوا يمشي قدام يعني قد تفهم هي الوضع نتاع تونس هو اللي خلى كل شيء تدهور كره تدهورت كل شيء تدهور الوضع نتاع تونس معناها قبل 2011 ما كناش هكا بل 2011 نظمنا كاس افريقيا واحسن تنظيم وتعدى كاس افريقيا ممتاز لكن دهورت الامور ماشيه لتالي كي حل البلاد حتى الجامعه ما تنجمش الجامعه تقول لك ما نجمش ما فماش اراده ما تبنيلكش تيرانيه تعملكش جامعه تيرانيه تقول لك عندي مصاريف اخرى هذه تبع الوزاره شيء تعمل الوزاره يعني مش الفلوس اللي مش تدخلها من الجامعه مش تبني بهم تيرانيه مستحيل كان عندي مصاريف اخرى عندي اموري فما وزاره الشباب والرياضه هي اللي تبني هي فما دوله هي الدوله اللي تبني لكن سي قاسم هو توا الملاعب اللي نظمنا فيها كاس العالم كاس افريقيا بتاع 2004 هي ما وصلنا عندنا معناها ملاعب مثلا محترمه اي علاش ما حافظناش عليها ما فهمتش انا معناها لونتروتيان ولا شي مشكله لونتروتيان الحاجه اللي تكسر تمشي زيد على ذلك راهو ما عندناش اخصائيين في العشب نتذكر وقتها في قبل 2004 ست شهور صيف اللي هو تلعب في جانفي يحكي لي بالحسن مالوش قال لي جا رجيلو نعرف ماضي ساعتين تاع القايله قال لي تلفن لي خزرت قهوه قال لي جاني بالحسن جاني للرادس قال لي مشيت نلقى شطر بالطول اصفر وشطر بكل قبب قبب اخذ ربما هاي قبه هنا هاي قبه غادي معناه التيران مشى ما وقتها في شهر جابوا بلايك وعاودوه الجازون بعد ما تخدمها قال لي جيت نسف في العساسه قالوا له البقعه اللي تخمج قصولها من برا من حضر نخل طرفك النجم ويحطها غادي ويكبسها غادي يعني العمل العمل نتاع المركب بالضبط فمسيان الاخصائيين مع الناس قال لهم رجل ونار جيب واحد فيليبيني وخلصوه اعطيوه 1000 دولار وسكنوه هنا هما اللي فيليبان اقوى ناس في الجازون في الخليج كلهم فيليبينيين كلهم يطلع لك جازون حتى في الرمل ما سمعوش كلامه
ما عندناش حتى بقعة حتى ولاية ما فيها خصائم تاع غازون. لكن سي قاسم راهو شيء معناه شيء معناه يهبل. لكن عندنا معهد أعلى للبسنة ولا اسمه اللي في شط مريم تقريب ولا فيه هي معناش ما نجموش نكونوا معناها توانسة اختصاصيين نجمو نبعثوا نجمو نبعثوا نبعثوش توانسة نكونوهم البرة ويأخذوا معناها نعتقهم معناها ذوما الملاعب المعشبة صحيح. أنا مازلنا توا احنا في ملعب معاشة مشرف عليه عون في البلدية مثلا حارس نتاع الملعب حارس هو اللي يسقي هو اللي يسقي يعطي الدواء لا يعرفش وقتاش يسقي ما يعرفش يعطي الدواء ما يعرف شيء وهذا الغازون فراجيل برشا الدواء عنده وقت والماء عنده وقت والكونتيتي نتاع الماء عنده وقت يجي على السياسي يسيب الماء ويمشي يسرح لين يخمج الغازون تجي جوار الترينة يتقلع يدود يعمل الدودة هذاك علاش كل غازون يتعمل يفسد بعد شهرين تقولها واخذ بعد ما تقال ما فما حد شيء هذا على تأكيد سي كلام سي قاسم الفلبيني انا كنت وقتها في السعودية في نادي الوطني نبداو ندربوا من 6:30 ل 8 8 0 0 تلقاهم على الخط النهائي نتاع الملعب بالتراكتور وكل البلاستيك ويمشيوا يغلفوه خاطر فما تهبط جديدة معناها في الليل يغلفوه معناها يهبطوا عليه معناها بالبلاستيك صحيح. التران كامل وفي الصباح قبل ما تشرق الشمس يجيوا تركوات يعريو ويعطيو يسقيو الماء ويشيبوه للشمس نتاع النهار الناس اختصاصيين الناس اختصاصيين احنا هنا هانو يسقي ضربته معناها دودة مشات لها كامل مشات لها كامل ومسيكنا وكهوى البلاد هذي فاش قاعدة تعاني وخط عليش لو وصلنا في 2004 في مستوى معين من جاهزية متاع الملاعب متاعنا مقبولة في حد ما وقت عنا رادس وقت يقولوا درة البطة وسط عنا المنزح حاضر عنا المنزح حاضر عنا السفاقس حاضر مستير حاضر مستير حاضر وسوسة حاضر وماتسودة كل هذه استقبت الماتشوات متاع كاس افريقيا وكان تنظيم ناجح وفي منع على تراث علاش على الأقل المكتسبات هذيك ما حافظناش عليها شبينا أهملناها لين اليوم منزة كامل طايح وحسب روايات ما اللي قاعدة خارجة توا اللي ما عندناش فلوس بعد ما طيحوا وقفت الأمور ما فماش فلوس باش يعاودوا يبنيوا معناها هما زين باش تتواصل معناها مشكلته المنزل راه تسكت راه فيه معناها مشي يجعل عليه دهك برشا لين مشي ما زويت في وسط البنيات سوسة معناها الملعب نتاع الأولمبي بتاع سوسة كان ما جاش تعاود حتى تخدم وزاد عاودوه طلعت خدمة غالطة صحيح فيه غلطة وكان ما يجيش يزيد أطراف خاصة معناها الخوات كما رضا شرف الدين تقريب قدش من مليار من ماله الخاص والسواحلية معناها فما ناس اللي حطت فلوسها باش عاونت البلدية وعاونت الوزارة في إعادة معناها التعشيب متاع ملعب سوء معناها الأنفي سوس لكن شيء أسف فين وصلت من الأمور معناها كرياضيين احنا الحقيقة شيء أسف وكهو خاصة علاش احنا رياضيين ومع عنا الحق باش نغيرهم من اخواننا اشقائنا المغاربة والجزائريين انا عاش نحكي على القطريين والاماراتيين خاطرهم في عالم اخر ولا هما اللي بحذانا هذوما اللي تقريبا على نفس الاوضاع احنا وياهم بهذا بالنسبة اللي شفناه يعني المغرب ان شاء الله حظ موفق بالنسبة لل 2030 باش نشوفوا من هو صاحب الحظ اللي باش ينظم كأس العالم إذا حسب انفانتينو إن شاء الله باش يكون أمامه 6 سنوات الاستعداد من أجل احتضان الحدث الكروي العالمي أضاف انفانتينو أن الفيفا بصدد دراسة إمكانية مشاركة 16 فريق في بطولة الألعاب الأولمبية للنساء أي ستكون مثل بطولة الرجال وليس 12 فريق وأضاف أيضا أن الفيفا قد قرر رفع عدد الفرق المشاركة والبطولات هذا الأمر إن شاء الله باش يكون في 2024 يعني لهنا الفيفا قاعدة تخمم باش ترفيع يعني في عدد الأندية تشوف يعني باش تقوي على الأقل البطولات هذية كما زاد النساء زاد باش ترجع بقوه زاد البطوله كما النساء كما الرجال وان شاء الله اللي باش يكون صاحب الحظ امامه 6 سنوات يعني باش يحضر الملاعب نتاعو والتجهيزات باش نحكيو توا كذلك سي شكري وسي قاسم افضل 5 مساهمين بالاهداف المونديال الحالي باش نعطيكم الخمسه الاسماء وبعد باش نخلي لكم انتم التعليق في المركز الاول ميسي 5 اهداف 3 تمريرات حاسمه الثاني مبابي 5 اهداف 2 تمريرات حاسمه اليوم باش يتقابلوا في النهائي
المركز الثالث جوليان الفاريز 4 اهداف وتمريره حاسمه أرجنتين. المركز الرابع برونو فيرنانديز هدفين 3 تمريرات حاسمه. والخامس هاري كين هدفين 3 تمريرات حاسمه. من الخمسه اللي مساهمين في الاهداف المونديال منهم تقريبا 3 اللي منهم مش لعبوا زوز فينال بين الارجنتين وبين فرنسا. سي قاسم ميسي 5 اهداف 3 تمريرات، مبابي 5 اهداف وزوز تمريرات. اكيد باش نحصر بين ميسي ومبابي الحديث الكل عليهم الاثنين. حسب رايك انت المره هذه شكون اللي باش يحسمها؟ هل انه ميسي باعتبار يعتبر المونديال الاخير اللي هو ام مبابي وينجم يكون الاهداف اللي سجلهم وممكن التمريرات الحاسمه اللي تالق فيهم وممكن الحاجه الباهيه اللي كسب ود الجمهور بعد كل مقابله يمشي يسلم على اصحابه عباد قاعده تفرح وهو يمشي بحذا لعب المنتخب المغربي؟ ربما انه برشا سوقوا له شويه الصوره نتاعو خايبه انه ضحك على ضربه جزاء نتاع هاريكين، لكن اللعبه هذيا يجمع بين الروح نتاعو الخفيفه وبين يعني العطاء فوق الميدان. هل تعتقد انت انه نهار لحد العرس الكروي سينتهي بفرح ميسي او بمأساة مبابي؟ انه رام بابي بالنسبه لي انا رام بابي هو اللي ماشي هو مش يسجل نهار لحد. علاش؟ اكيد والله هكا خصال نتاعو على خصال وبارنتويسيون هكا معناها سي شكري اش بك نسيت الفاريز هي اي باربع باربع بونتوات ينجم مركز زوج ينجم هو تحب ولا تكره سي شكري كلها مركز على مبابي وميسي. وممكن نحن اللي جبت عليه انت يمكن هو اللي باش يكون عنصر المفاجاه كيما ماتش اللي تعادل المغرب والفرنسا جبدنا على مبابي وهما طلعونا زوز اخرين اللي مش ارير جوش ومازال كهبط وما اللي سجلوا. يعني ممكن عنصر المفاجاه باش نلقاو السيوي حتى ميسي مش يسجل ربما المدافع ولا الفاريز معناها قلب هجوم معناها 19 20 سنه معناها عنده حاسه شم كبيره برشا السرابيد سريع بلاصي يروحوا بالباهي بالباهي في البوكس معناها قدام الكاج قام تفاهم مع ميسي صحيته ويجاوب مع ميسي. الناس كل مش تركز على ميسي وينساوه هو ممكن هو باش يلقى المساحات يلقى فراغات البونتوات اللي ماركيهم عطاهم له ميسي صحيته اللي عطاهم ماركيهم عطاهم له ميسي. علاش ليه نقولوا احنا ممكن الفاريز ينجم يكون التركيز كله باش يكون على مبابي وميسي وممكن يولي الفاريز استغل الوضع هذايا خاصة هو عطاهم فورم بالباهي بالباهي ويسجل ممكن زوز اهداف في فينال يلقى روحه هو معناها الاولاني. مع ذلك انا نقول نجوم تقعد ديما نجوم يعني ومن لا شيء نجم يصنعوا لك يعني من لا شيء يصنعوا شيء من لا شيء يصنعوا كما البونتو الثاني سي شكري خاطر مش نفس سي شكري مش نفس المجال زملائنا في قسم الاخبار. بعد ما نرجعوا بعد الاخبار باش نحكيوا على سيرجيو بوسكيتس اللي اعتزل رسميا في عمر 34 سنه. مش قال لكم بعد التعليق لكن نفس المجال زملائنا في قسم الاخبار نصر الدين ثم نرجعوا لبلاتو.